إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لاباس عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم البنات غادي نشوف معكم واحد البريوات بالكاوكاو اللي كيجيو بمذاق ديال اللوز. راح كيجيو زوينين البنات، ولي طاق ما عندك غيصحبك غير صايبتيهم باللوز، ولكن هما البنات مصايبين بالكاوكاو. كيف ما كتشوفوا البنات، عندي واحد نص كيلو ديال الكاوكاو. انا كناخذ هذا اللي بلا قشور، كيجيني ساهل ودغيا كتخدمي به. وعندنا جوج معالق ديال المزهر، وعندنا روح ديال اللوز، وعندنا حامضه اللي غناخذوا منها ثلاثه الدوائر. دابا البنات غنغسلوا هذا الكاوكاو وغادي نعمروا طنجره بالماء وغنديروه فوق البوطه لمده جوج دقائق. غيغلي هذاك الماء، غنعاودوا نحيدوا هذاك الماء وغنديروا ماء اخر اللي غيكون سخون البنات، وغنخليوه الحامض ونديرو يغلى جوج دقائق. خليكم معايا انتما غتشوفوا طريقه التحضير ديالو. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما غسلت الكاوكاو ديالي مزيان غادي نعمر الطنجره بالماء، وغادي ندير واحد القطرات ديال الروح ديال اللوز، وغادي نديرو ثلاثه ديال الدوائر ديال الحامض. بلا ما تكتو الحامض البنات غيحيد لينا داك اللوغو الذوق ديال الكاوكاو. فوالا، وغنديرو جوج معالق كبار ديال المزهر، واللي عنده الروح ديال الزهر يدير البنات روح ديال الزهر حتى هو مزيان، ديروا واحد القطرات. دابا غندير واحد جوج معالق، وغادي نخليها البنات يغلى يغلى. ملي يغلى غنعاود نرجع معاكم باش نوريكم الطريقه المواليه ان شاء الله. من بعد ما دازت قسمين ديال المكانه غنهزوا هذا، غنصفيه من هذا الماء، ولكن غنخليو فيه داك الحامضات وغادي نرجع معاكم. هانتوما البنات، من بعد ما صفيته راه خليت فيه نفس الحامض، غادي نعاود نزيد عليه الماء، ولكن هذه المره غادي يكون الماء سخون البنات. وغادي نخليوه قسمين ديال المكنه عاوتاني ونرجعوا نشوفوا المرحله المواليه. هانتوما البنات، من بعد ما دازت قسمين ديال المكنه غادي نصفيه وغادي نشفوه مزيان. هانتوما البنات، من بعد ما صفيتو مزيان غادي ناخذ البنات شي زيف عندكم، انا غناخذ هذا وغادي نحطو فيه هذاك الكاوكاو. دابا ولا لوز البنات. دابا ناخذ هذاك الكاوكاو وغنحاولوا نشفوه مزيان باش ملي نقليوه يتكرمل لينا. سقطرتو مزيان، دابا غير نشفتو. ودابا غادي نبداو
نقليو فيه. خدينا مقله درنا فيها الزيت، هذا الزيت هذا ما خاصوش تخليه حتى يسخن، غير ديروا البنات وبداو تلوحوا في الكاوكاو في زيت بارده. غنقليوها البنات في زيت بارده صافي. ناخذ واحد الكميه، انايا عندي المقله صغيره، تاخذي واحد الكميه وتخليها تحمر، ولكن ما غاديش نحمروها بزاف، غادي تحمر حتى تولي اللي فيها اللون ذهبي ونحيدوها. هانتوما البنات غير يبدا يذهب لكم بحال هكا صافي، كتحيدوه باش ما تخليوش يتحمر بزاف باش ما يعطيكمش المراره. صافي البنات كنطفوا البوطه باش يبرد لينا عاوتاني الزيت، ونعاودو عاوتاني نرميو اللوز توكاو لاخر. سمحوا لي انا من بين وانا كنقول اللوز حيت ما نكذبش عليكم كيجي ذائب بالمذاق ديال اللوز. دابا غادي نحيد هاد الكاوكاو ونوريكم اللون ديالو، وغادي نخلي هذا يبرد عاد نرمي لهذاك الكاوكاو الاخر باش يجيني عاوتاني اللون مذهب وما يتخطفش ليا دغيا، يعني يتقلع على خاطرو. نكمل البنات القليان ديال الكاوكاو ونرجع معاكم. ها نتوما البنات من بعد ما قلينا الكاوكاو كيف ما قلت لكم راه كيكون اللون ديالو بحال الذهبي، ما تحمروش البنات بزاف، اي لا حمرتو غيطلق لكم المروره في العقده. وحاجه اخرى كيف ما قلت لكم خاصكم ضروري تقليوه في الماء بارد في الزيت بارد، ما تقليوش والزيت سخون. كل قليه والاخرى نطفيو على المقله وتا يبرد الزيت ونعاودو نقليوه. غنحتاجو معاه كاس ديال السنيده او البنات سكر حسب الذوق، يمكن لكم تزيدو يمكن لكم تنقصو. غنحتاجو قطره ديال النكهه ديال اللوز، ملعقه ديال المزهر، ملعقه ديال الزبده، مسكه حره واحد شويه راس معلقه اللي غندقوه مع السكر، راس معلقه ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال العسل. خليكم معايا دابا غادي نطحنوا هاد الكاوكاو الطحنه الاولى. غنبداو البنات نطحنوا، راه خاصكم تطحنوا الكاوكاو مزيان البنات، تنيلوه مزيان. ها نتوما البنات هاي الطحنه الاولى راه تنيل، ولكن راه مازال غادي ملي غادي نزيدو عليه السكر غنعاودوه. اللي ما عندهاش الماكينه كطحن مزيان بقى دير غير بشويه بشويه وطحن وتعاود حتى تيتنيل ليها مزيان. ها نتوما البنات من بعد ما طحنتو الطحنه الاولى راه طحن ليا مزيان. غنحاول نزيد السنيده، ولكن حتى انا ما غاديش نزيد هذا الكاس كامل، غادي نزيد غير بشويه بشويه حتى نشوف الحلاوه اللي بغيت. دابا غنخلط هادشي مزيان، هانتوما البنات من بعد ما زدت السنيده انا ما درتش الكاس كامل، درت غير تقريبا نص فريت شويه باش ما تجينيش حلوه بزاف. غادي نطحن الطحنه الثانيه، شوما كيبدا في الطحنه الثانيه يطلق واحد الزيت ديالو صافي. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الطحنه الثانيه كامل. ها نتوما البنات من بعد ما طحنت الطحنه الاخرى الثانيه راه ما كتبقاش حتى السنيده باينه، وتا هو كيتعجن وكيطلق هذاك الزيت اللي فيه. دابا البنات غناخذوا شويه ديال السنيده وغنطحنوه مع شويه ديال المسك الحره بحال هكا، بحال راس معلقه صغيره. غناخذ شويه ديال السنيده وغنطحنهم مع بعضياتهم. ها نتوما البنات من بعد ما طحنوا غادي نزيدهم على هاد العقده. من بعد ما زدت المسك الحره مع داك شويه السنيده غادي نزيد واحد القطره ديال نكهه اللوز، ما تقويوش البنات باش ما يجيناش مار. وغادي نزيد هذاك راس معلقه ديال
القرفه، نحاولوا ما نقولوش بزاف، وغادي نزيدوا معلقه ديال الزبده مع عامش، وغادي نزيدوا معلقه ديال الماء الزهر هانتوما، وغادي نزيدوا معلقه صغيره ديال العسل. دابا نحاولوا ندخلوا هاد المكونات في بعضياتهم وندلكوا باش داك الكاوكاو يخرج الزيت اللي فيه. هانتوما البنات، من بعد ما دلكتو مزيان راهني زدت معلقه ديال الماء الزهر، باقي ما تجمعش ليا، باش كتعرفوا البنات راه تلقى لكم العقده. هانتوما كتاخذوا واحد الكميه وكديروها دواره وكتخدموا بها في سميتو في البريوات ديالكم، ولا البنات كتقدروا ديروها بحال هكا وديروها محينشه فين ما درتوها راه غادي تخدم معاكم. هانتوما البنات، من بعد ما كملت كوار ديال اللوز، هانتوما ضروري ملي ديروا اللوز هكا ما يتفرتتش ليكم، خاصو يبان عجينه. الا كنتو كتكوروه وكيتفرتت ليكم زيدوا الماء الزهر، راه ما تخليوش البنات يتفرتت، راه ملي غادي تقليو البريوات راه غادي يكون ناشف. ناخذ ورقه البسطيله، انا عندي هاد ورقه البسطيله كانت عندي في الثلاجه البنات، ضروري ندهنها بزيت العود، واللي عنده ورقه البسطيله مدهونه ما يدهنهاش. دابا غناخذوها نقسموها هكا على جوج بحال هكا، نحاول البنات نرجع هذه البلاستيكه باش ما تقصحش ليا بزاف، نحاول نقسمها على جوج بحال هكا. من بعد ما قطعناها هكا من النص، ودابا البنات كيف ما قلت لكم غنحيدوا هاد الجوانب حيت كيكونوا قاصحين. راه كاينه البنات عدة طرق باش كتقطعي ورقة البسطيلة، أنا كتجيني هذه سهلة، كنعاودو نتنيو هذه بحال هكا بحال هكا. إلا كانوا هاد الجوانب عندك قاصحين حيديهم، ما عندكش قاصحين، أنا بالنسبة لي هنا ما قاصحينش في هاد الورق. دابا البنات غادي نديرو ثلاثة صباعي ديالنا ونرشمو، تكون هكا وكنقطع وكنقطع هكا على الطول. هانتوما البنات، من بعد ما قطعت غنهز هذه اللي قطعت غنعبر عليها هذه ونقطع، ونبقى دائما غدا على نفس العبار. هانتوما البنات كناخذ وحده كندهنها بالزيت حتى انا عندي ناشفه بزاف، كندهنها بالزيت، كناخذ عقده ديال اللوز كنجيب كنخليو ضروري واحد المسافه البنات في الاول، كنجي بحال هكا وغادي نمشي مزيره البنات باش تشكل لينا دائما يدينا في الجوانب باش يعطينا باش حتى الراس يعمر بحال هكا، نقاومو الحشوه مزيان. من بعد غنزيرو بحال هكا ونجيبو لهنا، وكنبقاو غاديين بحال هكا مزيرين باش يبقى البنات غادا معانا الورقه متلته، وحتى البريوه كتجينا البنات مزيره ومتلته. ها نتوما من بعد كنقطعوا شويه من هاد الحاشيه التحتانيه، وكناخذوا شويه ديال الدقيق والماء كيكونوا هكا خاطرين، وكناخذوا شويه وكنديروهم على هاد الورقه وعلى هاد الحاشيه اللي لداخل، كنهز شويه الورقه بحال هكا. الا جاتنا كبيره الورقه عاوتاني كنحاول نقصو منها شويه باش تخشي لينا فواحد البلاصه. ها نتوما نخشيو بحال هكا باش تلصق لينا البريوه مزيان وما تحلش لينا،
ملي نبغيو نقليوها. وهانتوما ها هي البنات البريوه ديالنا. هانتوما البنات انا ديت كنصايب، انا صايبت جوج، دابا غنصايب معكم شي ربعه ونمشي نكمل. هانتوما البنات غناخذ عاوتاني العقده ونخلي واحد لي سباس ونجي لهنا بحال نتلتها، ندير واحد ثلاثة ونجي دائما البنات نوريك على الحشوه بحال هكا ونبدا نزير في الورقه، كنزير فيها باش تعطيني هذاك المثلث، وكنحاول بصبعنا نعمرو هنا القدام وكندفعو بحال هكا وكنبقاو غاديين وكنتلتو فيها حتى كيعطينا مثلث. زيروا البنات دائما زيروا يديكم باش تجيكم تتليته مزيانه. ها نتوما شفتوها، غادي نحاول نقطع عاوتاني شويه من هنايا وندير شويه ديال الدقيق مزيان، وندير الدقيق هنايا البنات ونزير هذه مزيان ونخشي هذه الورقه هنا لداخل باش ما تحلش ليا ملي نبدا نقلي. هانتوما هانتوما البنات وراكم مزيان، ها هي البريوه ديالنا كتجي متلته وكتجي عامره من جميع النواحي. هانتوما البنات غنعاودو ناخذو الورقه غندهنوها بالزيت، غناخذو الحشوه غنوركو هكا بيدينا حتى يبان لك واحد المثلث، وغادي نجيو نزيرو بحال هكا بالصبع ديالنا من هذا الشيء وعاوتاني الصبع ديالنا من هذا الشيء، وغادي وكنحاولو اننا نضغطو على الحشوه باش تعطينا داك الشكل ديال المثلث، وكنبقاو غاديين كنتلتو، ولكن خاصكم تزيرو يديكم مزيان باش يعطيكم الشكل ديال المثلث بحال هكا. هانتوما كتعطيكم قادة شكل ديال المثلث. كنجيو هنا كنقطعو هاد البلاصة مزيان، وكناخدو الدقيق والماء وكنحاولو نديرو في هاد الجهة وكنسدو على البريوة ديالنا باش ما تحلش لينا في القليان. هانتوما بريوة، انا غادي ندهنو الورقه كيف ديما وغادي نجيو نتلتو بحال هكا، وغادي نبداو غاديين وكنزيرو في يدينا حتى الحشوه كتاخذ لينا الشكل ديال المثلث بحال هكا. كنزيرو وكنغاديين، وما ترخيوش يديكم البنات ديما زيرو باش تجيكم شكل مثلث. هانتوما بحال هكا، غناخد نقطع هاد البلاصة نوريك مزيان البنات بحال هكا. هكا غناخد شوية ديال الدقيق وغادي نخشي هاد الورقة هنا لداخل ونلصق مزيان باش ما تحلش لينا في القليان. الا جاتكم بحال هكا محلوله من هنا لصقوها باش تبقى قابطه في راسها. ها نتوما هاهي قابطه في راسها. ها نتوما الشكل النهائي ديال البريوات من بعد ما ساليتهم، راه كيجيو زوينين وصغيورين. ودابا البنات غادي ننتقلوا للقليان ديالهم. دابا البنات غنبداو، عندنا زيت سخونه غنقصو البوطه ونخليهم وغندورميو بحال هكا ونقليوهم على نار مهيله شويه.
صافي نضمي البنات باش ما يتحمروش في المدغيه ويجيونا مقرمشين. اللون الذهبي كما كتشوفوا ها هو، سقطروه مزيان كما كتشوفوا البنات ملي كياخذ واحد اللون ذهبي كنسقطروه مزيان من الزيت وكرميهم في العسل. كنحاولوا البنات نسقطروه مزيان من الزيت، نسقطروه مزيان صافي غير كيبداو ياخذوا داك اللون الذهبي صافي كنحيدهم. هذا نقبروه مزيان وكرميهم في العسل. نحاولو نشدو العسل ونديرو فوق منهم بحال هكا بحال هكا بحال هكا باش من نحسوهم. وها هو اللون ديالو النهائي هانتوما كيفما كتشوفو، وغنحطو واحد البرمة باش كيتسقطر لينا العسل الزائد فيهم. هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما ساليت القليان ديالهم. ودابا البنات بالنسبه للتزيين راه اختياري، انا غناخذ شويه ديال الجنجلان اللي نقيته وحمرته مزيان، وغادي ناخذ غير الاطراف ديال البريوه وغادي ندير فيها جنجلان ونتلاقاو مع الطبق النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات، راه كيجيو زوينين بزاف غير جربوهم وكيجيو مقرمشين. بالنسبه للاحتفاظ ديالهم البنات ديروهم في واحد السوبيره وحطوهم في الثلاجه باش يبقاو لكم مقرمشين لمده طويله. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش علينا بجيم جيم جيم والاشتراك في القناه وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.